مازيغ ابراهيم مرشح عن حزب التقدم والاشتراكيه رفقه الاخ محمد بوبكر الجامعه الترابيه الداخله. هذه مناسبه باش كنلتفوا حول المنسق الجهوي سي محمد بوبكر اللي معروف على المواقف ديالو، معروف على الخدمه ديالو الساكنه، وحنا كسائقين مهنيين كنظموا هاد المسيره هذه باش نضمنوا مع الاخ محمد بوبكر اللي جايب واحد الشعار اللي هو التغيير اللي محتاجه ليه الساكنه كامله، محتاجه ليه بخصوص سيارات الاجره. حنا كمهنيين محتاجين ليه اكثر، لان كنعيشوا التهميش، كنعيشوا الاقساء، ما كاينش باب كتدقوا تلقاه مفتوح. ولهذا كندعو جميع المهنيين، جميع الساكنه، جميع انه يلتفوا حول هذا الشخص هذا اللي معروف المواقف ديالو، ويصوتوا على الحزب التقدم الاشتراكيه اللي الرمز ديالو الكتاب، اللي جاينا بالتغيير وجاينا بافكار جديده، وراه ان شاء الله بحول الله غادي يكون غير الخير ان شاء الله بحول الله. معكم مناضل حزب التقدم والاشتراكي للرمز الكتاب. هاد السيد سيدي وعدنا وثقنا فيه وحنا معاه الحمد لله، حنا والاسر ديالنا والاصدقاء ديالنا باش نحقوا المطالب ديالنا. حنا ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير المطالب ديال المحطه. المحطه كيجوا ناس ما كيلقاوش فين يرتاحوا، ما كاين لا مرافق صحيه لا يعني شي حاجه. ما انا شخصيا كيضرني خاطري، قال لك اسيدي راني عندي رغبه باش غادي نحقق لكم احلامكم في المحطه وغادي الوثائق ديالكم. قلنا ليه الله يوفق، وراه حنا دابا معاه ان شاء الله حتى الفينال. نضمن حمله تضامنيه اخويه ان شاء الله بحول الله، والمرشح ديالنا اللي هو رمز الكتاب ابو بكر